السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيك العافية. Okay. Last time, we started into chapter 3. Okay. In chapter 3, we are going to discuss the communication model of SNMP version 2, different messages, different message types, and some experiments using SNMP version 2. Okay. We talked about the SNMP communities. Okay. We mentioned, we enumerated all of the SNMP operations or message types. As we said, this is gonna be the agenda or the roadmap, okay, for this chapter. Okay, we'll be discussing each one of these. Okay. We alluded how we can install and configure SNMP agent on a Linux box. Okay. We talked about installing the SNMP manager Python APIs on Linux too. Okay. We discussed half of the material in this slide, accessing the MIB instances. But before talking about this, okay, هلا guys, حكينا إنه في عندي المانجر, في عندي الأجنت. Okay, هلا, in regard with the agent, we talked about installing and configuring إيش the SNMP agent on a Linux machine. Okay, good. Hello guys, I'm not gonna go here and discuss how we can, for example, we don't need to install, but we can configure, okay, the SNMP agent on a Windows box. Guys, you are encouraged. If you want to learn, you can, okay, look into this. Just go, using your search engine, okay, واحكي له just how I can enable. It is in there, okay? You don't need to install anything. Just enable the SNMP agent on Windows. يجي بحكي لك بتفوت على الكنترول بانل or whatever. في عندك تيك بكون هو انتكت بس بتعمل له تيكينج. Maybe you need to log out or to restart the machine. That's it all. Okay. هلا okay. بعدين بصير خلاص انه بصير اي شيء ممكن نتعامل على الويندوز بصير على الويندوز. Okay. تمام. واحنا هون طبعا بنحكي عن الستاندرد مابس والمفروض انه الويندوز حتى الستاندرد مابس يعني لازم انه يعملهم implementation. هلا بتقدر ايش بس بدك تحكي مع الويندوز باكس ايش باستخدام لينوكس اوكي ماشين هاي اللي بتكون فيرتشوال ماشين اور ديفرنت ماشين اور وات ايفر هلا بده يجي واحد يحكي والدكتور هذول عباره عن بايثون والبايثون بقدر انزله على ويندوز يعني بقدر زي ما بعمل على لينوكس على اللوكال ماشين بقدر على ويندوز يس يو كان دو ذس بس اعتقد هذول اوكي البايثون اي بي ايز الايزي اس ان ام بي بايثون باكج ديبندز على هاي على هاي اللايبراري اوكي هاي اللايبراري هاي الباكج هاي اعتقد خاصه بس باللينوكس اذا بتروح على شيء اللي حكى امجد المره الماضيه باي اس ان ام بي اوكي اوكي هلا هاي مش شرط تكون على لينكس وهاي doesn't need any dependency it does not depend on this هلا هون ممكن هاي تنزلها على ويندوز اوكي but different APIs اوكي different APIs يعني you just go and learn about how to use these APIs اوكي you are encouraged to do so تمام good any questions in here any questions regarding this thing this point anything واحد بلال دكتور انا كنت اسالك على مش هذا الموضوع على موضوع الاسايمنت اذا في مجال ولا بعدين لا بعدين خلوا لبعدين تمام مش راح اجاوب على اي شيء سؤال بالاسايمنت
جايز انتوا هيك متعودين هلا اوكي لا دكتور مش عشان هيك عشان الورنج اللي طلعت نو نو مش بلال everybody هلا I received tons of messages and emails بالثلاث ايام الماضيه guys I want you to solve this assignment هلا اذا بتلاقي اكيد لازم يطلع معك مشاكل لازم يطلع معك warning لازم يطلع معك errors ولازم ما تعرفش تحلهم بيوم بيومين لا بس eventually لازم تقدر تحلهم just research it on your own I'm not gonna tell you do this or do this this is your homework on your own هلا هاي واحد هاي اول بوينت البوينت الثاني مش شرط كل شيء I discuss here اوكي okay, مش هيك معناه الشيء اللي I do not discuss مش معناه انه يعني ما تعملهوش بالassignment عشان هيك انا جايز التو هنس اللي حاط لكم اياها لازم قراتوا الاساينمنت ايش كلوزلي شو يعني كلوزلي يعني ستيتمنت وايز جايز انا لما احط الاساينمنت لما اجي احكي لكم بدي احط لكم اليوم اساينمنت تمام والله بروح على البيت باجي بخلص بدي احط الاساينمنت بتباجي بحلها اون ماي اون فبعرف ايش مثلا المشاكل اللي راح تطلع عند الطلاب ما باجي بحكي له اذا طلعت هاي المشكله اعملها هيك نو فباجي بعطيكم هنس فهيك طلعوا الجمله الاساينمنت والله اي يعني فروم ذس از فروم ماي اون الستيتمنت الواحد اللي بالاساينمنت اللي بحطها اتز مينت انه يعني بفكر انه كيف حتى تنكتب انها تكون مفهومه للطلاب ما تضيعهمش ما تخربطهمش اوكي فاتز مينت فلما احط لكم التو هنتس just guys go over them فهذه الحاجات ولا زملائكم امبارح هلا لما اجي احكي لك go على الاي اف ميب وتراي تو اميت اي وونت يو تو اميت this is stand this is حطوه ناس بروفيشنال I want you to imitate this. I want you to resemble الشيء اللي مكتوب هون. مش شرط إنه أنا كل إشي حاكي. لأنه لما حكيته أصلاً لما أنا حكيته لا دب ترجع للتسجيلات المحاضرة بعرفش أنا متذكر بعرفش exactly شو أنا حكيت. بس ما حكيتش مثلاً عن الموديول identity وحكيت لكم كأنه هذا مش الشيء البارت اللي يعني ما المانجر والإيجنت ما يهتموش بهذا الشيء. However بس لازم يكون بدكم اياه وتز حكي انتم شايفين انه ما في وش شيء تكنيكال يعني المانجر والايجنت ما بيستخدموهوش بالمره بس اجين هلا الكومبايلر اللي معك وما بيشتغلش الا انك تحطه فاجين بدك تحطه انا ما شرحتوش بدك تحطه اوكي تمام قلت اعتقد انه هيك اي هوب انه جاوبتكم على كل الشغلات اللي بالكم اجين مش الشيء اللي ما بحكيهوش معناته مش راح تستخدموه لا لازم يو هاف تو ريسيرش ات اون يور اون تمام بلال اعتقد لانه في يعني الورنج انا كنت طلع عند الكل بس ما بعرفش انه هي يعني هل لازم اخليها ولا نحلها عشان كده صراحه قلت لك جروب يس تبعت جروب هاي طلع ايش الجروب بس غير الايدنتيتي وهي الشغلات اللي قلتها هسه في ورنج بيطلع دائما بحكي لك انه لازم على الاقل يكون واحدة من مثلا فيتشر اي وفيتشر بي وكلهم 1 وكلهم 2 ات ليست ان وان جروب على قرانا عنها هاي طلعت شيء ثاني بدك تعمل جروب وبصرف ما بعرفش هاي يعني مطلوبه منا هاي استخدمت الاي ولا هو الورنج طبيعي يا بس استخدمت الاي جروب لا بالضبط ما استخدمناها لان ما لقيتهاش على السايت ما بعرفش هي كانت مطلوبه منا قصدي ولا نفس فكره الاي دي لازم ندور عليها ونحلها جايز 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 هلا هاي الاساينمنت الاولى دكتور هي مشكلة تطلع دكتور مع السمي دمب دقيقة مو مع السمي لنت شير اه بالضبط مع السمي دمب اوكي هاي صح اللي هي هاي بتطلع هاي بتشيل لك اللي الكونفورمانس صح ايش يقول about group conformance صح نعم هاي بس نو هلا الاس ام اي دامب ما بيهتمش بالكونفورمانس جروب تمام عشان هيك جايز انا هون بسهل عليكم وحاكي لكم انه هاي الورنينج بدي بعرفش عنها هي اللي بتحكوا عنها ولا لا اوكي هاي بتنشال باستخدام الماينس اي جروب شو هاي معناها بتروح تقرا عنها يعني انا قعدت ربع ساعه فجيت حكيت انه خلص اوكي طبعا انت بتقدر
تقدر انك هاي تشيلها، بس بدك تروح تحط بالفايل اشياء. كيف بدك تحط؟ تروح على الاي اف ميب والاشياء اللي موجوده بالكونفرنس بتحطها هناك. جست تراي تو ايميتيت، مش راح تكون كوبي بيست، تراي تو ايميتيت يعني ريبيربوس الاي اف ميب اجين. عشان هيك هون جايز حكي لكم انه لازم تطل على الاشياء هذا، مش شرط بس الانترفيسز ميب الاي اف ميب، روح على ميبس ثانيه، ميب ثانيه وشوف كيف معمولي واعمل اكزاكتلي زيهم. انا هون بدي هذا اللي يطلع. هلا كيف بدك تطلع؟ دبر حالك. بده يطلع طلعوا جايز، حاط لكم اياه بالاحمر، نو ايرورز نو وارنينجز، تمام. اسيميلنت يس خلاص، اسمي دم ما في مشكله يطلع في شيء نون. والبرضه الاس ام اي دمب لازم ما يطلعش فيه، ما بطلعش فيه ايرور جايز. هلا انا هذا عامله وطلع معي هذا الاشي، يعني مش متخيل انكم انتم ما تقدروش تعملوه. يس لازم الاس ام اي دمب برضه ما يطلعش فيه لا وارنينج ولا ايرور، تمام تمام. دكتور دكتور الاس ام اي دمب عليه بال2 صح؟ على ايش؟ ما فهم اسمع السؤال كويس ليه. على ليفل 2 الاس ام اي دمب راح نعمله صح؟ يعني داش ال راح يكون على ليفل 2 مش على ليفل 6. ليش؟ واذا على ليفل 6 ايش المشكله بيطلع؟ نو no, على ليفل 6 بيطلع مشكله الجروب نفسه. يو كانت ريزولف ات، لانه بيطلع مشكله الجروب. Really? لانه بنقدر نعمل زي ما انت حكيت انه ناخذها من مديول ثاني، بس لانه بتطلع المشكله نفسها. اوكي دكتور انا جاوبت سوي جروب دكتور، بس راح يطلع بوسمه زياده على الجروبس. اوكي شو اللي عدنا الاس ام اي دمب؟ دكتور الاس ام اي اللي انت على ليفل 6 امورها تمام. تمام، والاس ام اي دمب ما بتقدرش تعطيه ماينس اي جروب صح؟ على ليفل لا لا داش اي جروب ما بتزبط على الاس ام اي دمب. اوكي يس اوكي خليني اشوف انا كيف عملتها. يس خليني اشوف كيف عملتها. اذا عاملها على ليفل 6 فانه الدم بيشتغل على ليفل 2 بس. نو خليني اشوف اذا انا عاملها على ليفل 6 لازم تعملها على ليفل 6، هون مش مبين عندي مش حاط. باي ذا واي اجلت الكول هوم ورك ليوم الاحد المساء تمام ان شاء الله، لانه مش عشان اعطيك وقت زياده يعني دونت تيك، ما تطمعوش بالمستقبل اعمل هذا الشيء، بس اجين بعدني مش مغطي ماتيريال انف اعطيكم الهوم ورك الجايه، فباجي بحكي اوكي خليني امدد لهم. بس هلا لو انا مغطيين الماتيريال واعطيكم الهوم ورك الجايه نو، بخليه بكره والاحد ويوم بنفس اليوم او ثاني يوم بنزل لكم هوم ورك جديده. تمام جايز تمام. هلا كل الشرح اللي شرحناه عن الميب لا يغني انك انت تيجي وتعمل هاي الشيء بايدك، بتحس يو ار دوينج سمثينج. اوكي تمام جود تمام تمام يا جايز. هلا انا لما اعطيك اسبوع مش معناه تضلوا لاخر يوم صح؟ تمام احمد، مش تضلوا لاخر يوم، تيجي باخر يوم بدك تحل الاسايمنت نوع او اخر يوم يعني. تمام ذاك في اسايمنتات ثانيه. اوكي يا اوكي يا هاي مشكله الديستنت ليرنينج يا هلا اوكي I'm telling you. أنا وزملائي منعاني من distant learning. أوكي غير المحاضرات اللي بالجامعة. But believe me guys. مش بس إحنا. المدرسين. المدرسين عليهم ضغط. Learners عليهم ضغط أكثر من التعليم عن بعد. It's always you know guys. أوكي into from your experience. وحتى بتعرفوا أخواتكم الصغار بالمدارس وحط لسه بعانوا أكثر صح؟ تمام؟ Good. We talked about all of this. Okay. Hello. We talked about accessing LMIP instances. So this is the manager. بده أي إشي من الأجنت. حكينا إنه بchapter two إنه بده يودي إيش. It needs something. يعني it needs to read or write a variable. Okay. تمام. Good. هلا الفاريبل هات أو المانجد أوبجكت هات I refer to it by the OID. هذا اللي حكينا بchapter two. تمام. هلا الفكره هون مش الاو اي دي الون، ما ببعث له الاو اي دي اللي معرف بالميب فايل، لازم الاو اي دي اي نيد تو كونكاتينيت. This is الاو اي دي اي نيد تو كونكاتينيت باي سمثينج كولد انستنس ايش نمبر. اوكي انستنس نمبر
اللي هو الواي. الانستنس نمبر على نوعين فيش غيرهم. اول شيء اللي يكون عندك المانجد اوبجكت سكالر ف this is always zero done. هلا اذا الشيء اللي you need to access عبارة عن تيبل اوكي you cannot access table as a whole, you cannot access a row as a whole, access يعني read or write, you cannot access a row a column as a whole, a row as a whole, you need to be specific about a given entry اللي هي تقاطع column okay مع row تمام. فانت بكون عندك ال OID تاع التيبل, فبتيجي ال OID تاع التيبل هذا بغض النظر what it is XXXX table, هذا الـ OID تاع التابل تيجي بتعمل له concatenation بالأشياء التالية. بعد التابل لازم تيجي النمبر تاع this is الـ OID للتابل أو اللي هو حكينا عنه it's table. إحنا راح نظل نحكي التابل بس هو عبارة عن conceptual table. الـ OID for the conceptual table, for the conceptual table. You cannot access it. بعدي مباشرة لازم تروح تحط إيش النمبر تاع ال conceptual row تمام. فبنحط بعد التابل dot conceptual row, بعدين dot بتروح على الكولوم اللي بدك إياه, بده يكون واحد من الكولومز, بتحط النمبر تاع الكولوم. هلا أنت صرت you are referring to a specific column. هلا انا ما بتقدرش تقرا الكولوم هذا كامل, هلا بدك تيجي على رو معين. كيف بختار رو عن دون رو ثاني؟ كيف بختار رو عن دون رو ثاني؟ باستخدام الاندكس. فتروح تعمل دوت الاندكس اللي عندك. طيب اذا في اوكي تمام, هاي اللي بحكي هون this is the OID للتيبل اوكي, لازم يتبعه نمبر الكونسبتشوال رو, لازم يتبع واحد من الكولومز, والكولومز بيكونوا اصلا معرفين. حكينا انه الكولومز بيكونوا هم معرفين, كل واحد من الكولومز لازم يكون معرف اوبجكت تايب له نمبر, فبتروح بتحط النمبر تاعه. هلا صرت يو ار ريفيرينج تو ا جيفن كولوم, الكولوم هذا او الكولوم هذا حسب الاي دي. هلا كيف بديك تختار اي واحد من هذول؟ عباره عن الاندكس, فبتيجي بتحكي الاندكس اللي عندك, فبصار عندك you are referring to this not to this. اوكي okay, you are referring to this not to this, لانك انت you focused على كولوم معين اللي هو هذا الكولوم اللي زد. بعدين هلا اي واحد من هذول تعطيه الاندكس. طيب هلا في تيبلز فيهم اكثر من اندكس, اذا التيبل فيه اكثر من اندكس تروح آخر إشي بتحط, إذا في عندك two indices بتحط الindex الأول دات الindex الثاني. طيب لو في عندي table إله four indices K L M N, بتروح بعد ال table بتحط ال conceptual number ال conceptual row, بعدين بتحط ال number لل given column, بعدين الindex بدي يكون K L M N. رح نأخذ example على something like this تمام. أوكي هلا I hope إنه الأمور واضحة 70%. إذا واضحة 70% excellent. هلا لما نأخذ example راح تصير الأمور مفهومة إن شاء الله 200%. راح نأخذ example على scalar objects, راح نأخذ example على table with single index, راح نأخذ example على table with four I believe yeah four indices تمام. Good. I question in here. Let's move on. So, زي ما حكينا رح ندرس هذول واحد واحد. Let's ندرس the get request operation. Okay, تمام. This is sent by the manager or the NMS to the agent to query, to read. To read information from the agent. The agent responds with request information via a response message. فهي عبارة عن الانسر
للريكوست تمام، وراح اشوف انها هاي الانسر لهاي ولهاي ولهاي، فهاي بتنبعث لكل واحده من هذول. فهاي اوكي مش راح ندرسها لحال، راح ندرسها مع كل واحده من هذول اوكي تمام. هلا this is a manager, this is an agent running على ايش network device اوكي، ببعث له request اوكي تمام. This is حكينا هذا الريكوست اللي هو الـ SNMP request اللي هو this belongs لل ايش لل control plane. هلا تيجي بيجي الريكوست على الايجنت، اذا انه الايجنت فاضي للريكوست برد عليه، اذا انه هذا مثلا هذا راوتر جوا الكور تاع النتورك عندي it is overwhelmed it is processing ايش a lot يعني high number of ايش data packets، اخر اشي بفكر فيه انه ايش يرد على management message. بهاي الحال شو بعمل drop للباكيت تاعي اوكي، اذا بعملها drop this is working over UDP اوكي. هلا المانجر مش راح يعمل تايم اوت على 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 الترانسبورت لاير، لازم انه بالابلكيشن لاير يكون بالابلكيشن لاير الكود اللي عنده يعمل ايش تايم اوت، يجي يحكي انا بعثت للايجنت ريكوست ما ردش علي، فبيعمل ريترايز، بيعمل ممكن 3 ريترايز 5 ريترايز وات ايفر لحد ما يستقبل الجواب اوكي تمام. او ممكن وبصير ممكن يعمل هنا ينتظر بينهم سم راندوم تايم، او ممكن يعمل زي الباك اوف الجوريثم تحت التي سي بي، ينتظر ما اول شيء ثانيتين يبعث، لما ما يجيهوش جواب بحس انه ممكن الايجنت از هيفيلي لودد، فالان بصير مثلا بصير ينتظر 4 سكندز لحد ما ات ترايز نيكست، ممكن بعدين ايش 8 بعدين ممكن 16 وات ايفر ممكن اجين ذس از ما بنعرف ايش شو ذس از ذس از بصير هاي شغله implementation dependent حسب المانجر هذا اوكي تمام. واضحه هاي البوينت اوكي. خلينا ناخذ اكزامبل على الجيت ريكوست اوكي. اجين هون احنا قاعدين نستخدم الايزي اس ان ام بي اي بي ايز اوكي تمام. وريتكم جايز الاي بي ايز دوكيومنتيشن تاعهم، وريتكم الويب سايت، وريتكم الويب سايت، وريتكم اياه يس احكوا لي يس يس اور نو. نعم دكتور اوكي جود اوكي ايش دائما ارجع لك اوكي جود. فهنا انه انا بحكي انا من اللوك انا موجود على اللوكال هوست، بحكي مع اللوكال هوست يو نو جايز هلا يو كانوت سند تو ذس انليس يو ار على اللوكال هوست اوكي. فهذا هو السيرفر تاعي، اي ام سندنج على الايجنت هذا السيرفر تاعي، يو كانوت سند على هذا الاي بي ادرس الا انت اكشوالي بتكون على نفس المشين اوكي تمام جود. الكوميونتي نيم بابليك عملنا لها المره الماضيه كونفيجريشن، واذا انت بختار شيء غير البابليك بتحطه هون. اي ام وركينج يوزنج اس ان ام بي فيرجن 2 هاي هلا ما بنفهمهاش خليها لبعدين. بعدين بتيجي بتعمل ايش جيت واتس ذس، هاي عباره عن هاي عباره عن اي بي اي بالايزي اس ان ام بي مسؤوله انها ترسل الجيت ريكوست وتستقبل الريسبونس، فبتعمل بلوكينج تبعث الريكوست وبتعمل بلوكينج لحد ما يجيها الريسبونس اوكي. انسوا شو هو هذا الاي الاو اي دي، هذا الاو اي دي ما درسناهوش سو فار بس هلا بالشابتر هذا نيكست راح نيجي ندرسه. بعدين بيجيني الريسبونس جايز، بتروح بتقراوا انه الريسبونس هذا عباره عن اوبجكت فيه ديفرنت فيلدز اوكي اوكي، هذول الفيلدز اللي فيه اونلي ذيس الفيلدز اصلا اللي فيه، وعاملهم انا النايس فورمات اوكي. اجين عامل كونكاتينيشن بتوين الاو اي دي والاندكس اللي هو ذيس از الانستنس نمبر اللي حكينا عنه هير. فاجين هون انا باعث، واضح اني باعث سكالر، كيف عرفت انه سكالر من الزيرو؟ هاي التابل مستحيل يكون زيرو اوكي، ف this scalar اوكي من الزيرو هاي اوكي، وعاملهم هون فبطبع لي اياهم. اجين انا عامل له الفورمات تاعي، يطبع لي كلمه الاو اي دي وقيمه الاو اي دي مع الاو اي دي بلس الانستنس نمبر،
بعدين التايب اللي هو اوكتيت سترينج. This is just الايزي اس ان ام بي كيف هي المفروض عبارة عن سوري هي عبارة عن شو الداتا تايب لها بالمب تكون اوكتيتك اوكتيت سترينج. اوكي طلع كيف بكتب هالايزي اس ان ام بي تمام. وهي الفاليو شو الفاليو هاي الفاليو للاو اي دي اي هالفاليو من هون لهون تمام. جود ما تسالونيش واتس ذس راح نيجي نحكي عنها ليتر اون. بس الفكره هون اني ابعث ريكوست واستقبلت الريسبونس تمام. خلينا نشوف على الواير واتس جوينج اون شو اللي قاعد بصير على النتورك. اوكي تمام. اذا تكون عامل اكيد جايز يعني لازم تعمل this course is not all about slides no guys okay you have كل line كل statement كل program كل snippet كل whatever you have لازم هيك. This is the minimum بالكورس. الاشياء اللي انا بكون حاطه بالسلايدات المينيمم انك انت تطبقها عملي هلا. This is the minimum okay تمام. لازم انت ما توقف عند الاشياء اللي انا حاط لك اياها. لازم ايش يو اكسبلور ات يور اون تمام. جود تمام يس. This is again this is core بال ايش بالبروفيشن تاعك وانت انت فاي تدرس. This is شغلك اوكي. ف هيك اوعى نيفر كومبرومايز بالشيء هذا. Never compromise بالإشي هذا. This is again, this is the profile career تاعيتك. This is the career تاعيتك. Okay, تمام. فا while you are هلا أنا الواير شارك ممكن هون في عندي خمسة مثلاً pictures بالشابتر هذا. Okay. هلا guys أنت شو مطلوب منك؟ Okay. مش enough. أنت ده أي إشي بتطبقه الواير شارك لازم يكون عامل running بالباكجراوند وي واتش الترافيك. أجل مش بالكورسات يعني لما درستوا البروتوكولز لازم أجل الواير شارك دائما عندك بالباك جراوند. That's the way you learn the networks والبروتوكولز. It is not all about memorization. مش عندك سلايد وفيه حكي وتيجي تحفظ وإذا this وإذا if this it is this if it is that it is gonna be something different. No guys, you have to see everything in action. تمام. فأجين أنا عامل هون رح يطلع طبعاً إذا بتكون عامل firing up للواير شارك like in here بدي يكون عندك a lot of traffic. هون أنا عندي just two packets. ليش؟ لأني عامل عليهم display filtering. تعمل إشي زي هيك أو تكتب SNMP. طبعاً إذا بتشتغل على port غير 161 you have to adapt this. أو هون بتحط بدال هاي كلها كلمة SNMP فبعمل لك just filtering لهم. أوكي تمام. خلينا نشوف هاي الباكيت اللي هي هاي الريكوستين نضللها. اوكي ما بهمنيش على الفيزيكال لاير شو بصير ولا على ايش على الداتا لينك لاير. هاي هون على الاي بي لاير قاعد انا من اللوكال ماشين برسل لللوكال ماشين من اللوكال ماشين برسل لللوكال ماشين فاين تمام. جود شوف اليو دي بي لاير ترانسبورت لاير. This is the manager ephemeral port اللي chosen by the operating system randomly. Okay. It is sending لل agent اللي running على port 161 اللي standard port. Okay. تمام. Okay. هلا هون في عندي هون ال SNMP protocol layer. Okay. ال version تاعيته 2C. Again هذا اللي اصلا انا قاعد بشتغل عليه وهذا اللي because of this. هاي اللي خلتها تطلع من هون الباكت تطلع. الكوميونتي اللي هي public طلعوا this is the community. Actually these are the bits على الواير zeros will ones. هاي ال ASCII encoding الهم. Okay. This is ايش dissecting من سمي dissecting or translation
translation of a Wireshark. But this is the actual. والإيش اللي بتضل اللي معان بيجي بحكي لك هون شو يساوي. أوكي فهذول البيتس اللي زيروز والأنس طبعاً بالهكساديسمال وهاي الأسكي إنكودينج لهم في مش كل إشي كان بي إنكودد. But you على السريع you can إيش you can recognize the public. أوكي اللي هي هاي المفروض password. فالpassword it sent as clear text. وهاي مشكلة ال SNMP version 1 و version 2. So if someone is sniffing عن network بعرف الباسورد بقدر. حكينا المرة الماضية انه انا بدي اعمل authentication between المانيجر والagent in here. اذا واحد بعمل sniffing in here خلاص بصير الباد guy in here يرسل للagent لانه خلاص تقتل الcommunity string. اوكي حقين وهي اللي هي المشكلة اللي بالSNMP حتى version 2 اللي المفروض حلها SNMP version 3 لأنه عمل كل ترافيك بكون إيش fully encrypted okay end to end تمام good ففي عندي this is the message عبارة عن get request this is Wireshark الformat تاعته هيك بكتبها okay تمام أنا هون ماخذها من RFC هيك اسمها الجيت ريكوست اجين هي على الباكيت ما بتكون مخزنه جيت ريكوست بتكون مخزنه از زيرو اوكي راح نشوفها بعدين طبعا اوكي بس الواير شارك حاكي انها ذيس از انها جيت ريكوست اوكي ذيس از جيت ريكوست في عندي ريكوست اي دي وهذول بعدين راح نيجي ندرسهم الديفرنت فيلدز اللي بالباكيتس هون جاست جايز اجنور ذم ففي عندي هون هذا الاو اي دي الايزو راحت لانه كل شيء لازم يكون كل شيء نمبرز اوكي هذا الاو اي دي اللي بعثته اللي هو الاوبجكت نيم اور الاوبجكت اي دي يعني او اي دي اور اوبجكت نيم لانه الاو اي دي عباره ممكن يكون تكستوال ممكن يكون ايش نمبرز هي هو نفسه يعني هيرز مور ديتيل اجين هون ما معطين منها ذس از الايزو اوكي تمام هلا هون this section is called variable bindings. شو يعني variable؟ حكينا إنه المانجر بحكي مع الأجنت for managed objects. Managed objects. The managed objects اللي هم equivalent لكلمة ال variables. فالمانجر كان ask الأجنت for a value of a variable or a managed object. المانجر كان ask الأجنت to write a new value to a variable or a managed object. هذول عبارة عن ال variables okay اللي exchanged okay اللي بصير عليهم request وبصير عليهم وبنتقلوا بالresponses. واضح كلمة variable. يعني binding okay. طلعوا guys هون. This is the manager. هون. Yeah, هذا أنظف okay. ففي عندي هون ال manager. This is the agent. برسل له اوكي ايش الريكوست ان تيرمز اوف variable bindings اوكي variable فهمنا شو معناها شو يعني bindings اوكي يعني اوكي اور shortly بدنا نبطل نحكي variable bindings بدنا نصير نحكي var binds اللي جاي من هون ومن هون var binds شو يعني var binds عبارة عن الفار بايند الواحد الفار بايند الواحد عبارة عن OID value pair ف OID اللي هو الأوبجكت للفاريبل اللي أنت بدك إياه والفاليو الفاليو تاعيته هل قيمته واحد ولا اثنين ولا خمسة الOID النيم للفاريبل or OID للفاريبل اوكي هذول دائما بكونوا pair شو يعني pair يعني دائما ال هاي معنات bind ال OID له value بالريكوست وبالريسبونس هلا منطقي بالريسبونس منطقي بالريسبونس صح لازم لما يرجعها الايجنت لما يرجع للمانجر يجي يحكي له هذا ال OID اللي انت سالتني عنه وهاي الفاليو تاعته فمنطقيه طيب بالريكوست منطق إلها معنى
ما لهاش معنى. ولكن لما حطوا البروتوكول حكوا انه حتى بالريكوست لازم تكون او اي دي وفاليو. طلعوا كيف الريكوست بصير. خليني ارجع هون انضف هاي. اوكي بالريكوست المانجر بيبعث this is the OID والفاليو تاعته null. شو يعني null؟ اوكي this is type موجود بالASM.1R بالSM1 we'll continue from here after we take a short break and we'll come back. اوكي يعطيكم العافية والسلام عليكم ورحمة الله.